بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتممنا في ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي الأصل الأول من الأصول الثلاثة من أسئلة القبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان كده استبس 3 أسئلة برينش أسئلة أتوق يعني قبلنا 3 سؤال ردن بر سؤال أتوق. الآن نتكلم عن الأصل الثاني. هذا بس إشكينش أسئلة تقولك سوزينس. معرفة دين الإسلام بالأدلة. إشكينش أسئلة ما بس الله إسلام دينه دليل لابلن بالمك. قد يسألك سؤال، هل أنت مسلم؟ برس سوراش ممكن سن مسلم أم لا؟ تقول نعم أنا مسلم. سن هام مسلم من ذي سن؟ طيب ما هو الإسلام؟ ما أقول أمس إسلام ده يعني ما؟ تقول الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم لله بأن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة الربوبية الألوهية الأسماء والصفات. ونقا جواب بيرب ديجن كي إسلام ديجن الله تعالى بر يكي يغانا ده بلب ونقا تسليم بولمك. يعني ليس لك أن تقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر 4 ركعات، مسلم تقول أنا أسلم لأني أنا عبد والله سبحانه وتعالى هو الرب. يعني دمك سن مثلا نمي üçün biz bandat namazı 2 rekat ama peşin namazını 4 rekat okuyamız da sual soruşun mümkün emas. Nemi üçün? Çünkü sen Müslüman, Müslüman dediğin yani sen Allah Teala'ya bütünlüğe teslim oldun. نعم قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد. المسلم لابد أن ينقاد، أن يعمل، أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. شو نقول الإسلام ديجن بسادر ديجن دك الله تعالى نيك كي كان بليب ونقا تسليم بولمك هم ونقا بوي سماق يعني بيغمر من صلى الله عليه وسلم يوزا دبولوك بوي سماق يعني جاء وقت الصلاة أقول لهذا صلي يقول أنا حر، نقول لا أنت بهذا عبد عند الشيطان، لأن المسلم لابد أن ينقاد، لابد أن يعمل. نعم. مثلاً أجر نماز نماخت كاسة من برسجة نماز وقوقن دسم ومن هرمن يعني نيم قسم شنو قلنا دب دسم بزمن قياق. سن بوسم هرمس سن بل كي شيطانن بند سن. شيطانن بند بوب قلدم شيطانن قل بوب قلدم. çünkü مسلمان كشي الله و الله پیغمبرگه اطاعت قلدو دب دیمن دیدو. نعم. والبراءة من الشرك وأهله لا يكون من المشركين وسط على ما تقدم معنا. شنو نقول إسلام شرك وشرك أهل الدين براءة يعني أدا جدا بولماق كبر لمن بلة بولماق كبر لمن بلة بوماستن بس دل أتكندك أطرا هذا بولش كلك. نعم إذا الإسلام استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة براءة من الشرك وأهله. دمك إسلام ديان الله تعالى الله تعالى يكي غانا بلب تسليم بولماق هم شنو نقول أنونغا بوي سنماق وكابرلادن وشرك أهلدن أدا جدا بولماق. نعم الدين مراتب الدين ثلاثة، الدين ثلاث درجات. إسلام ديننا مرتبلري 3. نعم المرتبة الأولى الإسلام، أول ما يبدأ الإنسان بالإسلام ثم يلتقي إلى الإيمان ثم يلتقي إلى الإحسان. مرتبلرنىڭ ئەڭ بىرىنچىسى ئىسلام، ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى يەنى يۇقىرى تۇرىدىغان ئىمان، ئۇنىڭدىن كېيىن ئەڭ يۇقىرى تۇرىدىغان ئىخسان. نعم، أركان الإسلام 5. ئىسلامنىڭ تۈركلىرى 5. الإيمان 6. أما ئىماننىڭ تۈركلىرى 6. الإحسان ركن 1. أما إخساننىڭ تۈركى 1. نعم، أركان الإسلام 5، الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول، معناها لا إله أي لا معبود، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فعبادة باطل. يعني تقول أنا أكفر بكل ما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إسلامنا تورك لري بس دين عندك باش أن برينش سي برا الله دم باش خهيج برا حق معبود يوك دب قوة لك بيرش ومحمد عليه السلام من الله من ألج سي وبند سي كانك قوة لك بيرش لا إله إلا الله يعني برا الله دم باش حقيقي إله يوك دين عندك ما نسينيما و دمك الله دم باشقا هر بر يلغان إله لغا سنن كابر بولشون هم شو دخل بر الله تعالى غلا إبادة قلشان. نعم إذا لابد في لا إله إلا الله حتى يقوم البناء، بناء لا إله إلا الله يقوم على عمودين على ركنين، تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العبادة لا أحد لا شريك له. نعم شما لا إله إلا الله إشكي أساسنا مستقية قرلدو يعني لا إله إلا الله إشكي أساسنا مستقية قرلدو أم برنشسي Allah'tan başka hem münasiye, Allah'tan başka ibadet kılmaktan yalgan ilahlığa kapır bulup bulmak. İkincisi birle Allah Teala'ya ibadet kılmak. Naam. La ilahe illallah la ma'bud bihaq yani kul ma ubid min dunillah ibadatu batil ve'l mustahiq an yu'bad huwa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilahe illallah degen manası
Yani Allah'tan başka hakiki ilah yok. Hakiki ilah yok dediğimiz yani Allah'tan başka ibadet kılınan hemme nabutla, ilahla, yalgan ilahla. Ama ibadetke layık bulan zat ilah, ibadetke layık bulan ilah fakat burla Allah. Naam, tekul eşhed ay uqirru bi kalbi, natıkan bi lisani, amilen bi cevabihim. Şuna sen eşhedü guvahlık vermen ki diyende bunun manisi ne? Bunun manisi ben dilim bilen bununla işendim, dilim bilen bunu ittim, hem şundakla özenden azalırım bilen bununla emel kıldım diyen gel. وكذلك نشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. شنو بس فيغمر صلى الله عليه وسلم هكذا وفقط لا الله نن بندسي ونن عبادة كلمة يدو هم شنو لا الله نن ألجسي و يلغن غا شكر ما يدو دب مو جواه وبيريش مسكين. نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge kandak buyruğu beygen bulsa o buyruğa itaat kılışımız gerek. Ve nusaddeq an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi kulma akhbara be. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hem şundak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizge beygen cimi khalalege tesdik kılışımız gerek. Ve iştinab, yani nec'al ma neha anhu nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi canib ve nahnu fi canib ahar. Yani nebta'id an kul ma neha anhu. Hem şundak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kandak neslinin bizim tospan bulsa o neslin cırak bulmak. وألا يعبد الله إلا بما شرع إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نبتدع في دين الله. هم شنداق الله تعالى قندر بزج فعلنا من صلى الله عليه وسلم كيوسة كم بوصا شنداق عبادة كنا. يعني demek biz özümüzce özümüzce bir ibadetlerine uydurulmamay fakat la peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesip degen yol boyunca ibadet kılışımız gerek.